يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما أفضل كتاب تكلم عن هذا العالم، عالم الجن؟ كتاب الله عز وجل، كتاب الله تكلم عن الجن وأخبر عنهم، وكذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة، وفي كتب مؤلفة أقدمها فيما أعلم أحسنها كتاب آكام المرجان في أحكام الجان، آكام المرجان في أحكام الجان لعالم من الحنفية قديم ومطبوع ومتداول، وقد كتبت فيه رسائل في الماجستير والدكتوراه عن الجن وما يتصل بهم من الأدلة ومن البحوث، وهي مطبوعة وموجودة. نعم.